أكد وزير المالية عمر ملحس خلال إلقائه خطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 التزام الأردن بتنفيذ شروط برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لضبط وترشيد الإنفاق واحتواء عجز الموازنة العامة وتخفيض نسبة الدين العام إلى المستويات الآمنة. التفاصيل في هذا التقرير. ترجمت الحكومة الواقع الذي وصلت إليه المالية العامة في الوقت الراهن بسبب الانعكاسات السلبية للصراعات والتوترات والظروف الإقليمية وخططها المستقبلية في مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2017. ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية وكذلك تواضع النمو الاقتصادي بحيث لا يعتبر كافيا لتحسين المستويات المعيشية للمواطنين وتخفيض معدلات البطالة، إلى جانب تراجع حجم الصادرات وتراجع النشاط السياحي وضعف هيكل سوق العمل. هذا بالإضافة إلى الأعباء المالية المباشرة وغير المباشرة التي تحملتها الخزينة العامة الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين. ومع هذه المخاطر أكد وزير المالية أن الحكومة لن تتأخر في مواجهة التحدي الاقتصادي وستعتمد نهج المكاشفة والمصارحة كأساس لرجعة عنه في تنفيذ برامجها وسياساتها وخاصة برنامج الإصلاح المالي والهيكلي مع صندوق النقد الدولي الذي سيركز على معالجة ملف الدين العام. أود التأكيد على أن السياسات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لا تقتصر على تعزيز الإيرادات وضبط وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته، وإنما تشمل عددا من الإجراءات الإصلاحية في محاور مختلفة، إضافة إلى إعداد خطة تشمل الإجراءات المقترحة والآليات اللازمة لتخفيض خسائر قطاع المياه، إلى جانب التزام الحكومة بالمحافظة على التوازن المالي لشركة الكهرباء الوطنية. توجهات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 تضمنت بحسب وزير المالية الالتزام بتنفيذ إجراءات تفضي إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مواصلة العمل على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، الاستمرار في إصدار الصكوك الإسلامية لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، استكمال إنجاز المشاريع الممولة من المنحة الخليجية مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل قيم المنح للمشاريع الممولة من المنحة وبما يتناسب مع الوضع الحالي، الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين ومخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، الاستمرار في دعم مادة الخبز وضبط الدعم مع تعزيز آليات والرقابة من أجل إيصال الدعم إلى مستحقيه، ضبط وترشيد بنود النفقات التشغيلية. وتوقعت الحكومة انخفاض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من 1.3 مليار إلى نحو 1.1 مليار دينار أو ما نسبته 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017. وزير المالية وفي ختام خطابه طالب دعم مجلس النواب ومساندة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي الذي تم إعداده وفق منهج شمولي مبني على الأولويات الوطنية ومراعيا للأبعاد الاجتماعية.